بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم عبر درس جديد من دروس مادة العلوم العامة، والتي نقدمه إليكم عبر شاشتكم، شاشة قناة الأنر والفضائية. أعزائي الطلاب، تعرفنا في درس سابق على الحركة الموجية والموجة، وقلنا أن الموجة هي اضطراب أو اهتزاز يحدث في الوسط، ينتقل بسرعة معينة وفي اتجاه معين، ويحمل الطاقة في خط انتشاره. وقلنا أيضاً أن الأمواج تنقسم إلى أمواج ميكانيكية وأمواج كهرومغناطيسية، ودرسنا اليوم يتحدث عن الصوت حركة موجية، وسنتعرف في هذا الدرس على أولاً طبيعة الصوت ومنشأه، وأيضاً سنتعرف على الصوت لا ينتقل في الفراغ، وسنتعرف أيضاً على انتقال الصوت في المواد، وأخيراً سندرس خصائص أمواج الصوت. هيا بنا لنتعرف على المفهوم الأول، وهو طبيعة الصوت ومنشأه. عزيزي الطالب، تأمل الصور التالية. هذه الصورة تمثل صورة خفاش، أما الصورة الثانية فهي صورة طائرة، والصورة الثالثة عبارة عن صورة دولفين. يا ترى ما المشترك في هذه الصور؟ بالطبع إنه الصوت، حيث يقوم الخفاش باستخدام الأمواج فوق السمعية في تحديد أماكن تواجده وتحديد فريسته. أيضاً الطائرة تمتاز بصوتها العالي، وأيضاً يمتاز هذا الدولفين باستخدامه للأمواج فوق السمعية. والآن هيا بنا نتعرف على طبيعة الصوت ومنشأه. لاحظ معي، هذه بركة ماء تم رمي حجر فيها. هذا الحجر صنع اهتزازات داخل الماء، تكونت عن ذلك أمواج. إذن الأمواج هنا نتجت عن اهتزاز جزيئات الماء. والصورة التالية تبين آلة موسيقية، يصدر الصوت في هذه الآلة عن طريق اهتزاز أوتار العود. فلاحظ هذه الأوتار عند اهتزازها سيؤدي إلى حدوث الصوت، وبنفس الطريقة يحدث الصوت في الحنجرة، حيث اندفاع الهواء من الرئتين إلى الحنجرة يؤدي إلى اهتزاز الأحبال الصوتية، وعندها يصدر الصوت من الحنجرة. والآن هيا بنا أعزائي الطلاب لنتعرف على طبيعة الصوت ومنشأه بشكل أوسع. هنا شوكة رنانة ومطرقة، عند ضرب الشوكة الرنانة تبدأ تهتز، واهتزاز فرعيها يولد موجة صوتية تنتقل على شكل تضاغطات وتخلخلات، وبفعل مرونة الهواء تنتشر هذه الموجة الصوتية حتى تصل إلى أذن السامع. ومن هنا نقول أن الموجة تكونت من تضاغطات وتخلخلات. أما التضاغطات فهي مناطق تتقارب فيها جزيئات الوسط وتحمل طاقة، أما التخلخلات فهي مناطق تتباعد فيها جزيئات الوسط وتكون الطاقة فيها قليلة. والآن ما المقصود بالصوت؟ إذن الصوت هو أمواج ميكانيكية طولية تنشأ من اهتزاز جسم في الهواء، وتتكون هذه الأمواج من تضاغطات وتخلخلات. ويمكننا أعزائي الطلاب تمثيل الموجة الصوتية، فلاحظ هنا هذه موجة طولية تتكون من تضاغطات وتخلخلات، إذن هي موجة صوتية، وهنا موجة مستعرضة تتكون من قمم وقيعان. ولتمثيل هذه الموجة نلاحظ أن التضاغطات يقابلها قمم، والتخلخلات يقابلها قيعان، وهذا الشكل يسمى التمثيل الموجي للصوت. والسؤال الآن، كيف ينتقل الصوت في الأوساط المختلفة؟ بالتأكيد ينتقل الصوت في الأوساط المختلفة عبر اصطدام جزيئات الوسط بعضها بعضاً. إذن من هذا نفهم أن الصوت يحتاج لوسط مادي للانتقال فيه،
إذن الصوت بحاجة لوسط مادي للانتقال فيه. ومن هنا نقول ما هو الوسط المادي؟ إنه إما أن تكون المادة غازية أو مادة سائلة أو مادة صلبة. إذن يشترط الصوت لكي ينتقل أن تكون هناك مادة غازية أو صلبة أو سائلة حتى ينتشر فيها. والسؤال الآن، هل ينتشر الصوت في الفراغ؟ لمعرفة ذلك نقوم بالنشاط التالي. أدوات النشاط هي عبارة عن ناقوس زجاجي وجرس كهربي ومفرغة هواء. هيا نجري هذا النشاط. في هذا الشكل تشاهد ناقوس زجاجي، تم وضع الجرس في داخله، وهذه هي شبكة التيار الكهربي، وهنا مفرغة الهواء. ولاحظ معي عند غلق الدائرة سنسمع صوت الجرس، وعند تفريغ الهواء نبدأ تدريجيا بفقد الصوت. لاحظ الآن لا نسمع صوت الجرس، وهذا بسبب تخلخل الهواء، أي بمعنى تفريغ الهواء من الناقوس. ومن هذا النشاط نستنتج أن الصوت بحاجة لوسط مادي للانتقال فيه، وبدونه لا ينتقل الصوت. أعزائي الطلاب، تعرفنا أن الصوت بحاجة لوسط مادي للانتقال فيه. والآن أعزائي الطلاب، أجب عن السؤال التالي. علل، يمكننا رؤية ما بداخل ناقوس مفرغ من الهواء ولا يمكن سماع صوت الجرس. السبب هو أن الصوت أمواج ميكانيكية تحتاج لوسط مادي للانتقال فيه، بينما الضوء أمواج لا تحتاج لوسط مادي للانتقال فيه. سؤال آخر، علل أيضا، تنتشر أمواج الضوء في الفراغ. قلنا قبل قليل لأن أمواج الضوء أمواج كهرومغناطيسية لا تحتاج لوسط مادي للانتقال فيه، وبناء عليه نرى ضوء الشمس ولا نسمع صوت الانفجارات الحادثة هناك، بنفس التعليل لأن الضوء أمواج كهرومغناطيسية لا تحتاج لوسط مادي للانتقال فيه، بينما الصوت أمواج ميكانيكية تحتاج لوسط مادي للانتقال فيه. أعزائي الطلاب، بعد أن تعرفنا على مفهوم الصوت وطبيعته ومنشأه، وتعرفنا أن الصوت بحاجة لوسط مادي للانتقال فيه، هيا بنا لنتعرف على خصائص الأمواج الصوتية، ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم أعزائي الطلاب من جديد. هيا بنا لنتعرف على خصائص أمواج الصوت. كنا قد ذكرنا في دروس سابقة أن من خصائص الأمواج الطول الموجي واتساع الموجة وسرعة الموجة وأيضا تردد الموجة. ونفس هذه الخصائص للأمواج بشكل عام هي عبارة عن خصائص الأمواج الصوتية. هيا بنا لنتعرف عليها واحدة تلو الأخرى. أولاها الطول الموجي، وهو عبارة عن المسافة بين مركزي تضاغطين متتاليين أو مركزي تخلخلين متتاليين. لاحظ معي الآن هذه صورة موجة طولية صوتية تتكون من تضاغطات وتخلخلات. إذن الطول الموجي هو عبارة عن المسافة بين مركزي تضاغطين متتاليين، ويرمز له بالرمز لام، ويساوي أيضا المسافة بين مركزي تخلخلين متتاليين لهذه الموجة. وبهذا نكون قد تعرفنا على الطول الموجي للموجة الصوتية. هيا بنا لنتعرف على اتساع الموجة الصوتية. لكي نتعرف على اتساع الموجة الصوتية، دعنا الآن أن نفرق بين صوت كل من، لاحظ الصور، هذه صورة حمامة وهذه صورة طائرة. يا ترى ما الفرق بين صوت الحمامة وصوت الطائرة؟ بالتأكيد قد عرفتم أن صوت الحمامة صوت منخفض، أما صوت الطائرة فهو صوت عالي. كلمة منخفض وكلمة عالي هذه تدل على اتساع الموجة الصوتية. إذن اتساع الموجة الصوتية
يدل على علو أو انخفاض الصوت، وهذا ما يعرف بشدة الصوت. فشدة الصوت هي أيضاً مقدار الطاقة الواقعة على وحدة المساحة في وحدة الزمن. ولنتعرف أكثر على شدة الصوت، دعنا نشاهد تلك الموجتين. هذه تمثل موجة صوتية، وهذه أيضاً تمثل موجة صوتية. الموجة الأولى لاحظ اتساعها أقل من الموجة الثانية، ومن هنا نستدل على أن الموجة الأولى أقل طاقة من الموجة الثانية، بمعنى أن الموجة الأولى أخفض صوتاً من الموجة الثانية، ومن هنا نقول أن الموجة الأولى أقل شدة من الموجة الثانية. أعزائي الطلاب، بعد أن تعرفنا على الطول الموجي للموجة الصوتية واتساع الموجة الصوتية والمعروف بشدة الصوت، هيا بنا لنجيب على هذا السؤال. اكتب المصطلح العلمي: خاصية تميز بها الأذن الصوت من حيث كونه عالياً أو منخفضاً. إنها، فكر معنا، إنها شدة الصوت. أحسنت. السؤال الثاني: هو المسافة بين مركزي تضاغطين متتاليين أو مركزي تخلخلين متتاليين. إنه الطول الموجي. أحسنت. هيا بنا أعزائي الطلاب لنستكمل خصائص أمواج الصوت. سرعة الصوت هي المسافة التي تقطعها موجة الصوت في الثانية الواحدة، وتقاس بوحدة متر في الثانية. وتعتمد سرعة الصوت في المواد على عاملين: على مرونة الوسط وكثافة الوسط. أما سرعة الصوت في المواد الصلبة أسرع منها وأكبر من المواد السائلة، والمواد السائلة سرعة الصوت فيها أكبر وأسرع من المواد الغازية. أعزائي الطلاب، سنتحدث الآن عن سرعة الصوت في الغازات. بما أن مرونة الغازات متقاربة، فإن سرعة الصوت تعتمد فقط في الغازات على كثافتها. وهذا الجدول التالي يبين سرعة الصوت في الغازات بالمقارنة مع الكثافة. فلاحظ معي هنا الغازات: غاز ثاني أكسيد الكربون، الأكسجين، أول أكسيد الكربون والنيتروجين، وأيضاً النيون وبخار الماء والهيليوم والهيدروجين. لاحظ معي سرعة الصوت في غاز ثاني أكسيد الكربون هي 393 متر في الثانية، ولاحظ سرعة الصوت في غاز الهيدروجين هي 1838. يا ترى سرعة الصوت في غاز الهيدروجين أعلى منها من غاز ثاني أكسيد الكربون، والسبب أن كثافة الهيدروجين أقل بكثير من كثافة غاز ثاني أكسيد الكربون. أما سرعة الصوت في غاز أول أكسيد الكربون فنلاحظ أنها 493 متر في الثانية، وأيضاً هي نفسها سرعة الصوت في غاز النيتروجين. لاحظ معي كثافة كل من غاز أول أكسيد الكربون والنيتروجين ستشاهدها متساوية. إذا تساوت سرعة الصوت في غاز أول أكسيد الكربون مع غاز النيتروجين بسبب تساوي كثافتيهما. والآن أعزائي الطلاب، هيا بنا لنجيب على هذا السؤال. علل: تتساوى سرعة الصوت في غازي أول أكسيد الكربون والنيتروجين، والسبب أن كثافتهما متساوية. أحسنتم. السؤال التالي: علل سرعة الصوت في غاز الهيدروجين أكبر منها في غاز ثاني أكسيد الكربون، والسبب أن كثافة غاز الهيدروجين أقل منها بكثير من كثافة غاز ثاني أكسيد الكربون. والآن أعزائي الطلاب، نتحول إلى انتقال الصوت في المواد الصلبة. لاحظ معي هنا هذا الفيديو الذي يبين انتقال الصوت في المواد الصلبة. ما عليك إلا أن تضع أذنك على سطح الطاولة وتطلب من زميلك أن يقوم بالطرق برفق على سطح الطاولة. وهنا عند الطرق على سطح الطاولة فإنك ستسمع صوت الطرق نتيجة انتقال الصوت في المادة الصلبة وهي سطح الطاولة. وهناك العديد من الأنشطة التي يمكن تطبيقها على انتقال الصوت في المواد الصلبة. والآن أعزائي الطلاب، فسر هذا السؤال. كان الناس قديماً يتنبؤون
بقرب وصول القطار بوضع آذانهم على سكة القطار. يا ترى لماذا؟ السبب؟ لأن الصوت ينتقل في الحديد أسرع منه في الهواء، أي بمعنى الصوت ينتقل في سكة الحديد أسرع منه في الهواء. أحبائي الطلاب، هيا بنا لننتقل إلى الخاصية الرابعة وهي تردد الصوت. لاحظ معي، قارن الصوت في الصور التالية. لاحظ هنا صورة الحمامة وهنا صورة طائر الحسون. يا ترى ما الفرق بين الصوتين؟ بالتأكيد عرفتم أن صوت الحسون صوت حاد ورفيع، بينما صوت الحمام هو صوت غليظ. هذه الظاهرة تسمى تردد الصوت، وهي عبارة عن درجة الصوت، والمقصود بها حدة أو غلظة الصوت. إذا حدة أو غلظة الصوت هي درجة الصوت، ولها علاقة مباشرة بتردد الصوت. نعود مرة أخرى إلى الصورتين. يا ترى صوت الحمام صوت؟ إنه صوت غليظ، أما صوت الحسون فهو صوت حاد ورفيع. إذن الصوت الغليظ تردده منخفض، أما الصوت الحاد فتردده مرتفع وعالي. أحبائي الطلاب، بعد أن تعرفنا على خصائص الأمواج الصوتية، هيا بنا لنكمل درسنا ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم أعزائي الطلاب من جديد. يا ترى هل تستطيع أن تسمع جميع ترددات الأصوات؟ هذا سؤال جميل، هيا بنا لنعرف مدى الصوت المسموع. يسمع الإنسان الأصوات ما بين الترددات 20 هيرتز إلى 20 كيلو هيرتز، وهذا ما يعرف بالمدى المسموع للصوت. أقل من ذلك تسمى الأمواج دون السمعية infrasonic، وهي عبارة عن أمواج تردداتها أقل من 20 هيرتز. أعلى من ذلك تسمى أمواج فوق مسموعة ultrasonic، وهي أكثر من 20 كيلو هيرتز. إذن الأمواج المسموعة والمدى المسموع هو من 20 هيرتز إلى 20 كيلو هيرتز. أحبائي الطلاب، هيا نجيب على هذا السؤال. اختر الإجابة الصحيحة. أي الموجات التالية تعتبر موجات فوق سمعية؟ ألف 250 هيرتز، ب 40 كيلو هيرتز، جيم 13 هيرتز، أما دال فهي 13 كيلو هيرتز. فكر، الموجة فوق السمعية هي الموجة 40 كيلو هيرتز. أحسنتم. سؤال الآخر. أيضا اختر الإجابة الصحيحة. جميع ما يلي موجات مسموعة ما عدا ألف 5 هيرتز، ب 440 هيرتز، جيم 1300 هيرتز، دال 19 كيلو هيرتز. إنها الإجابة 5 هيرتز. أحسنتم. سؤال الأخير. اختر الإجابة الصحيحة. الموجة دون السمعية في ما يلي هي 11 كيلو هيرتز، 44 كيلو هيرتز، 300 هيرتز، أو 11 هيرتز. إنها الإجابة 11 هيرتز. أحسنتم. والآن أعزائي الطلاب، هل الحيوانات لها نفس مدى السمع عند الإنسان؟ بالتأكيد تختلف. فالكلب مثلا يسمع إلى 45 كيلو هيرتز، أما القط فيسمع إلى 100 كيلو هيرتز. أحبائي الطلاب، هل هناك تطبيقات للأمواج فوق السمعية؟ هناك استخدامات للأمواج فوق السمعية في مجالات علمية وطبية مختلفة، منها أولاً التصوير فوق السمعي، حيث يستخدم هذا الجهاز في تصوير الحمل وله أغراض طبية أخرى. أيضاً في الكشف عن الأورام، وأيضاً تستخدم في تفتيت الحصى في المثانة أو الكلى. وأيضا تستخدم الأمواج فوق السمعية في تعقيم السوائل وغلي الماء. أعزائي الطلاب، عرفنا سابقا
كيفية استحداث الأمواج الصوتية عن طريق اندفاع الهواء من الرئتين إلى الحنجرة واهتزاز الأحبال الصوتية، ويمكن أن نستقبل الصوت بعدة طرق، منها الأذن التي يمكن لها أن تستقبل الصوت باهتزاز طبلة الأذن بنفس تردد الصوت الواقع عليها، وبنفس الطريقة في الميكروفون حيث يهتز هذا الغشاء في داخل الميكروفون بنفس تردد الصوت الواقع عليه. أعزائي الطلاب، تعلمنا في هذا الدرس أولاً طبيعة الصوت ومنشأه، وأيضاً انتقال الصوت في المواد، وأيضاً خصائص أمواج الصوت. أحبائي الطلاب، بهذا نكون قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في درس قادم بعنوان الضوء والبصريات. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.